السلام عليكم يا حلوين، معاكم اسراء. النهارده هنشرح تشابتر 1 probability. هنقول شويه حاجات كده مهمه واحنا عارفينها في نفس الوقت، يعني فركزوا معايا. تمام. اول حاجه هنقول introduction كده بسيطه، يعني ايه probability او النظريه دي ظهرت امتى. دي كانت نظريه ظهرت في نص القرن ال 18. تمام. الناس كانت مهتمه طبعا بنية العاب وكده، ماشي. ف ظهرت الاول في لعب زي القمار، زي اللعب اللي هي بتعتمد على الحظ، مثلا ان انا ارمي كوين واشوف هيظهر لي هيد ولا هيظهر لي تيل، اسحب كوره تطلع لي بلاك، تطلع لي وايت، تطلع لي ريد، وهكذا. تمام. دي طبعا بتبقى معتمده على حاجات ان انا بكون عارفه ان الكوين يا هيد يا تيل وكده، يعني. تمام. طيب ايه رايكم لما نلاقي ان النظريه اللي هي اللي انا كنت بلعب بيها دي موجودة في حياتنا عامة في applications كتير، زي مثلا ان هي تقول لي ده، يعني ظهرت بعدها ان هي تقول لي مثلا ده boy او girl، life or death، هنجح هفشل، هكسب هخسر كده، يعني. تمام. فلما ظهرت يعني لقيناها في حياتنا، فالعلماء ابتدوا ان هم يطبقوا النظرية دي. تمام. في حاجات تانية زي مثلا جوانب العلوم الاجتماعية اللي هي الحياة العامة اللي احنا عايشين فيها دي، تقريبا احنا بنستخدم البروبابيلتي واحنا اصلا مش عارفين. تمام. وبعدين كمان دخلت بقى في حاجات تانية زي الفيزياء وفي كل حاجة تقريبا. تمام. ماشي. في الوقت ده لقوا ان في ابليكيشنز في كل مراحل السعي البشري، يعني في حياتنا كلها، كل مراحل حياتنا. تمام. المراحل الابليكيشنز دي عموما بتحتوي بطريقه ما، يعني، على عنصر الشك، مخاطره، حاجه كده، يعني اللي هو انا لو عملت الحاجه دي مش متاكد من النتيجه اللي هيطلع لي ايه، وهكذا. تمام. طيب احنا بنصادف مفهوم البروبابيلتي ده في حياتنا تقريبا حياتنا اليوميه وفي التواصل ما بيننا كل يوم، زي مثلا ان انا اعرف دكتور مثلا بيقول على المريض، المريض ده بعد كان هيدخل عملية، فبيقول ده نسبة الشفاء بتاعته 50 مثلا في المية. في دكتور تاني بيقول المريض ده عنده المرض كذا بنسبة 95%. طب انت عرفت منين؟ لا، ما ده بناء على حاجات انا عملتها، ما انا شفت اعراض فعرفت ان النتيجة هتبقى كده. ف احنا شفنا دي probability، هو قال احتمالات، يعني هي بتظهر في حياتنا واحنا مش حاسين اصلا. تمام. او ممكن نكون حاسين، ماشي. طيب احنا بنحسب احتمالية وقوع الاحداث دي كلها بعدد بيتروح ما بين 0 وال 1. تمام. بحيث كل ما بيكون الحدث ده اكتر ان هو احتمال اكثر احتمالا للحدوث. تمام. حلوة قوي اللغة العربية. اكتر، يعني كل ما هيبقى هيحصل اكتر بيقرب من الواحد، وكل ما يكون مش هيحصل اكتر بيقرب من الزيرو. لو مش هيحصل خالص بيكون 0، لو هيحصل اكيد بيكون 1. تمام. دي الانترودكشن بتاعتنا، يا رب نكون فهمنا منها اي حاجه، يعني. تمام. نكمل. هنشوف كده شويه ديفينيشنز هنتكلم عنها عشان برضو نفهم اكتر. طيب اول حاجه هنتكلم عن اكسبيرمنت، اللي هي ايه؟ التجربه اللي هي انا لازم اعملها عشان اشوف انا النتيجه اللي انا توقعتها دي ايه، او صح ولا غلط، او ايه اللي هيطلع لي، يعني عارف ايه اللي هيطلع. تمام. طيب دلوقتي انا هتكلم كده عن التجربه. مصطلح اكسبيرمنت اللي هو التجربه اصلا يشير لعمليه الحصول على نتيجه ملحوظه من ظاهره معينه انا بعملها. يعني انا بعمل تجربه فتظهر لي نتيجه، انا كده عمري ما هتظهر لي نتيجه طول ما انا ما عملتش حاجه. طول ما انا ما بعملش حاجه مش هيكون في نتيجه خالص. تمام. لازم اعمل تجربه عشان تطلع النتيجه، يبقى التجربه دي هي عمليه الحصول على نتيجه ملحوظه، يعني. طيب البرفورمانس بتاع التجربه دي بسميه ترايل، ان انا بجربها بقى لما بعملها. تمام. النتيجه الملحوظه اللي بتطلع لي دي بنسميها الاوتكم بتاعي اللي بيطلع من التجربه. طيب احنا هنا هنهتم بحاجه اسمها المصطلحات دي شويه عامه، يعني مصطلحات عامه. طيب احنا هنا هنهتم بقى بحاجه اسمها راندوم اكسبيرمنت، واللي فيها عدم يقين بأي outcome هيظهر لي لما نفذ التجربة دي. يعني أنا مش عارفة خالص إيه اللي هيطلع لي. أنا دلوقتي عارفة إن الكوين فيها يا هيد يا تيل، بس لو أنا رميتها
تلات أربع خمس ست مرات، أنا في ولا مرة فيهم هكون عارفة الناتج هيطلع هيد ولا تيل، هو يا هيد يا تيل، بس مش عارفة هيد ولا تيل، في فرق. تمام. طيب دي أول حاجة في الـ Random Experiment. تاني حاجة التجربة دي بقى نشوف كده فيها شوية حاجات. أول حاجة فيهم إن أنا بقدر فيها بحدد كل الـ Outcomes المحتملة معايا اللي ممكن تطلع، وده اللي انا لسه قايلاه، ان انا عارفه ان الكوين يا فيها يا هيد يا تيل، وان مثلا الصندوق ده فيه كور بيضاء وكور سوداء، فعمر ما هيطلع لي كوره حمراء، لان يعني هو ما فيهوش الا كور بيضاء وكور سوداء. تمام، معروف. ماشي. تاني حاجه ان انا ممكن اكرر اي عدد من المرات للتجربه دي، يعني ممكن اكررها كذا مره وابقى عارفه الاحتمال اللي هيحصل ايه برضو، بس تكون في نفس الظروف، يعني في ظروف متماثله، يعني انا عملتها مره عايزه اعملها تاني، يعني عشان احسب مثلا الاتنين بالنسبه لبعض، فلازم تبقى في الظروف ايه شبه بعض، يعني او احسن تكون في نفس الوقت بعدها. تالت حاجه، اي اداء للتجربه، اي تجربه انا بعملها بتطلع لي نتيجه احنا مش بنأكد حدوثها، يعني مش بنأكد حدوثها مقدما. زي مثلا ان انا لو رميت كوين، باعتبار ان الكوين دي مش هتقع على جنبها، مش هتقف على جنبها، مش هتنزل بالجنب، هتنزل يا على وشها يا على وش التاني، فانا اكيد هيظهر لي يا اما هيد يا اما تيل. طب في كل مرة هرمي الكوين دي انا مش عارفة النتيجة هتكون ايه، ولا لسه قايلة من شوية، لو رميتها اي عدد من المرات انا برضو مش عارفة اي نتيجه. انا اللي كل اللي عارفاه مجرد احتمال، احتمال تظهر هيد واحتمال تظهر تيل. تمام، وديت اللي هي موجوده هنا، يعني ده انا بشرح في حته اصلا مش في اللي لسه شرحها يا جماعه، لو الجزء ده كده تايت. تمام. طيب ندخل على حاجه تانية، هنتكلم عن حاجه مهمه، هنتكلم عن السامبل سبيس. تمام، ايه سامبل سبيس ده؟ احنا بنرمزه باس. تمام، هو مرتبط باي تجربه عشوائيه، وده بيبقى عباره عن ست بيكون فيها كل الاوتكمز اللي ممكن تظهر لي او المحتمله التجربه دي، وطبعا واحد من الاوتكمز ده هو اللي بيحصل او لازم، يعني هو لازم يحصل. تمام. فانا يعني ما بعمل ترايل الاكسبيرمنت او كده، فلازم واحد من الاوتكمز دول هما اللي يحصل. عندي أول مثال، أنا رميت 2 كوينز. تمام، وشفت الوش اللي طلع، وشفت كل كوين طلعت لي. تمام، وعايز أعرف إيه الـ possible outcomes اللي ممكن يطلعوا اللي يبقوا عندي، يعني اللي هو السيت بتاعتي اللي هي السامبل سبيس بتاعي. أول كوين ممكن تكون هيد سوري، التانية تكون هيد، ممكن الأولى تكون هيد والتانية تكون تيل. طب ممكن اقولها تكون تيل والتانية تكون هيد، ممكن الاتنين يكونوا تيل وممكن الاتنين يكونوا هيد برضه. تمام، فهي هي دي السامبل سبيس بتاعي. ايه السامبل سبيس؟ اللي هي كل الاوتكمز اللي ممكن تطلع، باعتبار ان في كل مره، يعني الاتنين المرتين كانوا في ظروف متماثله يعني شبه بعض. تمام، فهو ده السامبل سبيس بتاعي. طيب لو جينا نجيب سامبل سبيس بس بالنسبه لحاجه تانية، يعني انا ده بالنسبه لهيد وتيل. طب بالنسبه لحاجه تانية، لو انا عايز اعتبر ان الهيد ده هو رقم 1 والتيل هعبر عنه برقم 0، فانا لما يجي يظهر لي في المرتين هيد هتبقى 1 و 1، طب مره هيد ومره تيل هتبقى 1 و 0، 0 1 و 0 0 وهكذا. طيب لو انا جيت اقول ان انا عايزه اعمل السامبل سبيس بتاعي بالنسبة للهيد بس، بحيث ان لو ظهرت الهيد هديها 1، لو ظهرت تاني كمان 1 وهجمعهم على بعض، طب لو ما ظهرتش يبقى 0. طيب يبقى هنا لو ما ظهرتش خالص هيديني 0. طب ظهرت 1، طب ظهرت هنا برضو 1، انا عندي في الست ما بكررش الرقم. تمام، طب ظهرت مرتين هتبقى 2. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان انا ممكن اعمل السامبل سبيس ده على حسب اللي انا يعني على حسب انا مهتمة اعمله ازاي، او انا مهتمة بيه كشكله ايه. انا لو عايز اعمله عامه هيد وتيل هعمله كده، عايز احط التيل بوان والتيل بزيرو والهيد بوان هعمله كده. طب عايز احسبها بالنسبة للهيد بس هعمله كده، بالنسبة للتيل بس تقريبا هيكون نفس الشكل. تمام. طيب
لو رمينا الكوين 3 مرات هيطلع لي السامبل سبيس بالطريقة دي طبعا 2 باور n، يعني كل مرة برمي فيها بتكون 2 باور ال n دي عدد المرات، تمام. ودوت بيكون الشكل بتاع الشكل اللي انا بجيب منه السامبل سبيس بتاعي. ده احسن حاجة عشان نفهم منها، او اسهل حاجة نعملها بسرعة عشان نطلع سامبل سبيس صح. طيب ماشي، هنا بيقول لي لو انا رميت كوين ورا بعض بالتكرار، يعني تكرار لان انا قعدت ارميها، انا كل مره برميها بفضل ارمي فيها لحد ما يظهر لي هيد، لحد ما يظهر هيد. والله رميتها اول مره وظهر هيد، هيبقى ده اول احتمال. طب رميتها اول مره ظهر تيل، راح رميها مره تانية هيظهر تيل، راح رميها مره تالتة هيظهر هيد، يبقى ده كده احتمال. طيب رميتها مرة وظهر تيل، رميتها مرة تانية راح ظهر هيد، ده برضو احتمال. على حسب بقى ايه كل مرة انا هرميها كم مرة وهيظهر لي الهيد امتى، فانا على اساس عدد الرميات دي هيتكرر مع هي... هيزيد بقى معايا ايه السامبل سبيس بتاعي اللي هو اس، فانا مش عارفة هيظهر امتى، فبالتالي الاس ده ملوش نهاية عندي، لان انا مش عارفة الهيد ده هيظهر لي امتى، هو هيظهر بس مش عارفة امتى، تمام. طيب طيب هنا في الحته دي كده الاوتكم ده هيكون هيتناسب مع العدد بتاع مرات اللي انا برمي فيها الكوين. يعني هنا انا رميت الكوين كم مره؟ مره واحده وظهر الهيد، يعني لو ظهر الهيد اللي هو اول اوتكم عندي اللي هو 1، هنعتبره 1 هنا. ال1 ده معناه ان انا رميت الهيد، رميت الكوين مرة واحدة. طيب هنا الهيد ظهر في الرمية التانية، يعني انا اعتبرت هنا 2، طب معناها كده ان انا ايه، ان انا رميت الكوين مرتين. طب الهيد ظهر في المرة التالتة، يبقى انا رميت الهيد الكوين كم مرة؟ 3 مرات، وهكذا، تمام. طيب ناخد مثال تاني. لو انا عندي لايت بالب، تمام، وديت احنا حسبنا الوقت اللي هي هتشتغل فيه، الفترة اللي هي هتشتغل فيها، وبعد الفترة دي هتبوظ، انا حسبتها بالوقت بتاعها، تمام، ان هي هتتحرق بعدها يعني. ف السامبل سبيس بتاعي بيكون للتجربة دي هيكون عبارة عن ايه؟ هيكون عبارة عن الارقام اللي هي عمرها ما تكون سالب. ليه؟ عشان انا بحسب وقت، واحنا عندنا الزمن مش بيكون سالب، تمام، فانا بحسب الوقت اللي هي هتقعد شغالة فيه، مش هتبوظ لحد ما تبوظ، وانا كده هكون ايه، هقف زي كده ما عملت فوق، ان انا لما جات لي الهيد انا وقفت، هنا برضو لما هي تبوظ انا هقف، فاهمين؟ فلو كده اعتبرت ان هي ما بوظتش، فهيبقى البروبابيليتي بتاعتي 0، لو بوظت بعد ثانيه هيبقى البروبابيليتي 1، بوظت بعد ثانيتين يبقى البروبابيليتي 2، وهكذا. عشان كده انا هديها سامبل سبيس عباره عن ايه، عباره عن الارقام مثلا من 0 لانفينيتي، تمام. طيب طيب السامبل سبيس بتاعي هل ممكن يكون رقم محدود؟ ممكن يكون رقم محدود لو الاوتكمز التوي يعني ليهم عدد محدود، تمام. طيب امتى بقول على السامبل سبيس حاجه اسمها countably infinite؟ يعني ايه؟ يعني ان هو تكون الـ outcomes بتاعتي بتت يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، الـ outcomes هتكون زي اللي فوق دي بالضبط، اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 كده، اللي هو ورا بعض، اللي هي بتتناسب او بتتناسب مع الارقام العاديه اللي هي بتاعتنا، الارقام اللي هي المجرده اللي هي 0 1 2، فهي لو بتتناسب معاها، لو نفس الشكل شبه اللي فوق ده كده ده بالظبط، فساعتها هنقول عليها ان هي اسمها countably infinite، تمام. تمام، هناخد definition كده بسيط، هناخد شوية يعني نتكلم عن شوية حاجات. اول حاجة sample space بتاعي، sample space بيكون لي نوعين، اول نوع بيكون ان هو discrete او بيكون continuous. طب امتى بقول عليه discrete؟ دلوقتي بقى عايزين نشرح الفرق بين حاجتين.
الفرق بين الديسكريت وما بين الكونتينوس، ايه الفرق ما بينهم؟ الديسكريت دي حاجه بتكون حاجه من الاثنين، يا اما تكون فاينايت يا اما تكون كاونتبل لانفينيت، يعني حاجه بقدر اعدها. طيب يعني ايه مثلا؟ يعني لما باجي ارمي حجر نار بشوف الرقم اللي هيطلع لي من 1 لـ6، يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 هكذا، عمري ما هيطلع لي 1.5 2.5 3.5 كده، يعني الارقام دي ما بتطلعش خالص معايا. باجي مثلا اعد ناس واقفه 1 2 3، عمري ما هقول ده في نص واحد واقف اكيد يعني. تمام. طيب ده بالنسبه ان ساعتها اقول ان السامبل سبيس ده ديسكريت. طيب دلوقتي بقى انا عايزه اعرف هو كونتينوس ولا لا. ايه بقى الحاجات اللي بتكون كونتينوس؟ لو حاجه انا لو جيت مثلتها على جراف هاخد الارقام اللي في النص، زي مثلا الضغط او الطول. الطول ده انا بقيسه ازاي؟ بقول مثلا 151.5 مثلا، وثلاثة من عشرة كده يعني. فانا لما باخد الارقام اللي هي في النص، اللي هي الارقام اللي هي العشريه ديت اللي هي بتبقى في النص، الارقام دي اولا مش بتخلص، ثانيا انا مش هعرف اجيبها كلها، مش هعرف اعدها كلها، فالحاجات دي فهي ما بتخلصش، عشان كده احنا مسمينها كونتينوس. انا كده مش هعرف اعد، يعني مش هعرف اعدهم كده كحاجات قدامي شبه ما بعمل في الاشخاص او كده، فهي مش كاونتبل، عشان كده هي بتبقى continuous. طب شبه ايه مثلا؟ شبه الطول، الوزن، الضغط، درجة الحرارة مثلا، كل الحاجات دي. طيب ال discrete كانت شبه ايه؟ شبه مثلا لسه قايلة حجر النرد مثلا، عدد اشخاص بعدهم، بعد قطط، بعد اي حاجة ينفع اعدها اللي هي countable، يعني بعرف اعدها. تمام، هو ده الفرق ما بينهم. ساعتها بقول على ده discrete وعلى ده continuous. لازم نفهمها كويس عشان خاطر هنحتاجها في شابتر 2 وشابتر 3 كمان. ماشي. نتكلم عن الايفنت. ايفنت ايه مثلا؟ هو عباره عن كولكشن من البوسيبل اوتكمز اللي ممكن تطلع لي من راندوم اكسبيرمنت. تمام. قلنا لو قلنا ان الايه ده هو عباره عن مثلا ست، هو عباره عن ست من اوتكمز، ما احنا عارفين ان ده عباره عن كده. طيب لازم نعرف ان الست دي مهما كانت كبيرة فهي عبارة عن سبست من ست تانية، اللي هي اس، اللي هو السامبل سبيس اللي هو الكبير قوي بقى، اللي هو بتاعنا اصلا اللي هو الكبير معايا. فاي اي اي حدث او اي ايفنت بيكون عبارة عن سبست من ست اللي هي الكبيرة اللي هي اس. تمام. وده احنا خدناه في الديسكريت، وخدنا كمان ان عندنا حاجتين زي الفاي وزي الاس ذات نفسها. الفاي هي عبارة عن سبست من الاس، احنا خدنا كده، والاس هي عبارة عن سبست من نفسها، والدكتور بتاع الديسكريت شرحها وكمان يعني شرحها وقال الاثبات بتاعها. وكمان هنقول ان الفاي ده عبارة عن الامبوسيبل ايفنت، وان الاس هو السيرتين ايفنت اللي هو اكيد هيحصل. تمام. طيب انا لو جيت رميت حجر نرد وانا عايزة اعرف ايه احتمال ان انا يظهر لي الواحد، او امتى هيظهر لي واحد لو طلعلي الاوتكم اللي في لما ارميه يعني واحد، فساعتها هتكون عبارة عن ست فيها الواحد، وهي عبارة عن سب ست من الست الكبيرة بتاعت الايه نفسها اللي هي من 1 لـ6. تمام. فساعتها اي بقى حاجة انا بطلبها ساعتها ممكن تكون موجودة، فهي بتكون سب ست من الست الكبيرة اللي هي من 1 لـ6، زي ايفن مثلا فبيكون الست فيها 2 و4 و6، زي اصغر من 5 بيكون ست فيها 1 و2 و3 و4 وهكذا. طيب حدوث الحدث، يعني ايه حدوث الحدث؟ الجملة دي بتقول ان انا لما انا مش بعمل حاجه عمري ما هلاقي نتيجه، لكن لو انا عملت حاجه بلاقي لها نتيجه. فانا اول ما الاقي ان انا عملت حدث وظهر لي اوتكم منه يبقى كده الحدث ده حصل، فساعتها هقول ان الايه حصل. زي ان انا هرمي حجر نرد فظهر لي رقم من 1 لـ6، يبقى كده انا عملت حدث ان انا رميت الحجر، لكن لو ما كانش ظهر لي اي رقم يبقى انا كده ما رميتوش او ما عملتش الحدث ده. فبالتالي ظهر لي اوتكم يبقى انا عملت الحدث، او الحدث حصل. ما ظهرش اوتكم يبقى الحدث ما حصلش. تمام. زي ما احنا شارحين فوق كده اهو. هنا عندنا لو انا بقول مثلا ان انا الحجر النرد ده الرقم اللي طلع لي فيه 6، الرقم اللي طلع 6، فساعتها زي ما احنا عندنا فوق كده ان انا يطلع لي واحد، هل ده حصل؟ لا ما حصلش. طيب ان انا يطلع لي رقم يا 2 يا 4 يا 6، هل ده حصل؟ حصل، ان ما طلع لي 6 فطلع لي حاجه منه، طلع لي ست منه.
تمام، طب ان انا يطلع لي رقم اقل من 5، هل ده حصل؟ فده ما حصلش. فساعتها الحاجه اللي طلعت لي ان حجر النرد ده طلع لي 6، فساعتها ايه، انا قلت ان انا الحدث التاني اللي هو A2 هو اللي حصل. تمام، بعد كده هنتكلم عن اليونيون بتاع الايفنتس. زي مثلا لو انا عندي 2 ايفنتس A و B، لو جيت اجيب اليونيون بتاعهم بيكون either than A or B or both، يعني رقم يا اما في A او في B او في الاتنين مع بعض، ده بيكون اليونيون بتاعهم. طيب ده بيكون عبارة عن الست يعني اللي فيها اليونيون بتاعهم، يا A بيكون فيها الأرقام اللي في A واللي في B واللي في ال A وال B مع بعض، الرمز بتاعها بيكون كده اللي هو ال U G مثلا. طيب intersection ما بين events ال A وال B برضو، لو أنا عايزة أجيب intersection بتاعهم هعمل ايه؟ هجيب الأرقام أو الحاجات اللي موجودة في ال A وال B مع بعض، الاتنين مع بعض، لازم A و B مع بعض، اللي هي الجزء اللي بيكون الجزء الحتة اللي في النص الصغنطوطة دي هي، ماشي؟ فهيكون برضو العلامة بتاعتها ايه؟ هتكون العلامة باصة لتحت. يبقى كده احنا عرفنا ان في فرق ما بين اليونيون والانترسكشن. اليونيون بيكون A او B او A و B مع بعض، الانترسكشن A و B مع بعض بس. طيب امتى بقول على اتنين events ان هما حاجة اسمها mutually exclusive؟ لو كان الانترسكشن ما بين الاتنين دول عبارة عن فاي، يعني عمرهم ما بيتقطعوا مع بعض، لو هما الاتنين عمرهم ما اتقطعوا مع بعض ساعتها بنقول عليهم حاجة اسمها mutually exclusive. طيب complementary event ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الحدث المكمل للحدث اللي حصل دلوقتي، يعني ان الـ A تحصل نعتبرها بنص، طيب ان الـ A ما تحصلش هتكون برضو بنص. ليه؟ علشان الاس اللي هي الكبيرة عبارة عن واحد، دي كلها المربع ده كده كله بواحد. طب لو انا خدت منه حتة، المكملة بتاعتها هتبقى واحد ناقص الحتة دي، تمام؟ فانا لو عندي ايه هتبقى الكومبلمنتري بتاعتها تبقى الـ A دي الـ A داش أو الـ A دي، تمام؟ وهتكون متعرفة بإن هي عبارة عن سبست من الـ S برضو بس مش الـ A، يعني هي سبست من الـ S بس مش الـ A، هي أي حاجة غير الـ A، أي حاجة جوه الـ S بس مش جوه الـ A، تمام؟ هي دي هتبقى عبارة عن المكملة بتاعت الـ A، ماشي. آخر حاجة هنقول حاجة اسمها equally likely event. يعني ايه؟ يعني ان انا الاوتكم بتاع الراندوم اكسبيرمنت دي ما يعني ما فيش اوتكم في الراندوم اكسبيرمنت دي بيكون شبه او ظهر، يعني بيكون ظهر يعني حصل اكتر من اي حاجة تانية، فساعتها بتكون الاوتكمز دول كلهم حاجة اسمها ايه equally likely. تمام، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان نكمل فيه الجزء التاني.